النهارده بقى يا جدعان هيكون احسن يوم في حياتنا حرفيا. النهارده راح اشتغل عند اغنى واحد في السيرفر هنا، الراجل ده معاه فلوس على قلبه كتير قوي ومعاه فلوس كتير قوي في البنك، والناس كلها نفسها انها تشتغل عنده. ما تنساش تعمل لايك شير في القناه وتفعل الجرس عايزين نوصل 50,000 مشترك في اقرب وقت، وهتلاقي الانستجرام في الديسكربشن والديسكورد والحاجات الحلوه دي كلها، فروح اعمل فولو هناك يعني عشان راجل غلبان والله وفقير، وهتلاقي لينك قناتي الجديده كمان في الديسكربشن، روح هناك اشترك في القناه ما تخلص المقطع ده لحد اخره. بص بقى يا جدعان الراجل ده معاه فلوس كتير، فايه مش هيهمه ان انا اخد كام في الشهر، فانا هطلب منه ان انا اخد مثلا ايه يعني 5 6 10 20,000 ستاك دايموند عادي، مش هتكلم. ممكن اخد شيستين، شيستين دول هيكون راجل غني قوي، لكن ما اعتقدش ان هو هيوافق اصلا بيهم. دلوقتي انا اخش افرح مراتي واطلع على الشغل على طول. الراجل اللي انتوا بص هشتغل عنده ده مع فلوس فلوس يا ست السكسوكه يا نايمه اللي راحت فين دي يا رب. بعت لك هذه الرساله من بتعملي كل ايه؟ قلبي. بتعملي ايه؟ في ايه؟ انت رسم ايه انت بتقولي ده؟ انا بعت لك من كل قلبي وبتكلمي ايه؟ ايه انت بتقولي ده؟ ها؟ انا جاي افرحك دلوقتي ماشي؟ كده بتكتبي لي المسألة دي؟ بصي بقى انا جاي لك النهارده مفاجأة. ايه؟ مفيش جاي لك النهارده مفاجأة، هنشتغل النهارده عند اغنى واحد في السيرفر هنا. يعني انا جاي كل يوم بقى اجيب لك هدية، هجيب لك يلا يا خدام يلا ايه؟ استنى بس عشان بعمل حاجة. طب بتعملي ايه؟ ابعت لك هذه الرسالة من كل قلبي يا قلبش. لمين دي؟ دليك صح. دليك ايوه ما انا بقول كده، امال كده تبقى ليا كل مين يعني ايه؟ انا كمان بكتبها لك على كرسي مريح من كل قلبي يا ايه يا ما قلبش يا ماي قلبس. ايه ماي قلبش دي منين يا بت؟ يعني ماي قلب. بصي خليكي هنا، انت شكلك عرفتيني اصلا. وانت تيجي معايا؟ تيجي معايا ماشي يلا. ولا خليك انت اصلا مقرفه وهتقرفيني في الشغل، خليك. لا والنبي انا اسفه انا اسفه، عايز يعني عايز اجي بس مالكيش دعوه بالبت، لانك ما تخانقيش مع اي حد خالص، اتفقنا؟ هي اموره يعني اكتر مني؟ بلا امور ولا حاجه، انت امور انت الاكتر. هي يعني بيقول لك ايه القرد في عين مامته غزال. انا مش فاكر كان الطريق منين صراحه. من هنا تعالى احنا عايزين نشتري عربيه، انا اشتري عربيه بدل العربيه اللي بتاعتنا اللي اتسرقت دي. يا لهوي على السيرفر اللي فيه حراميه، قلنا مفيش حراميه. انا ممكن ابقى اجيب لك عجله. هعمل ايه بالعجله؟ اديني موتوسيكل بقى، موتوسيكل عشان المكتب بتاعي يعني وارتير على الشغل على طول. ممكن اجيب لك مكنه؟ عايز مكنه؟ لا لا مش عايز موتوسيكل، هو اصلا البيت قريب من هنا. اجيب لك مكنه يا بنتي؟ مش عايز مكنة. انا مش عايز اجيب لك مكنه. مش يا لا اجيب لك مكنه. هاتي مكنه اهو البيت هناك اهو. اجيب لك مكنه. عليكم يا استاذه لينا. عليكم باشا. السلام عليكم. ايه ده؟ هو البيت فاضي ولا ايه؟ استنى مش اكل هنا؟ ايه ده؟ بس انت يا باشا احنا جايين. بقول لك ايه؟ احنا جايين انا مروحه. ايه القرف ده؟ ايه الاشكال دي؟ تعالي اتفضلي روحي انت وما تعمليش مشاكل. معلش يا باشا البت لسه جديده ومش تعيش مشاكل وبتاع. احنا ما اتفقناش صحيح يا باشا، هتديني كام في الشهر؟ شيستين دايموند قشطه حبيب قلبي يا باشا ربنا يخليك. انا هبدا بقى النهارده الشغل، هظبط لك الزوابيت والساعه قصدي معلش ما خدتش بالي يا باشا. ماشي انا اسف معلش يا باشا ما خدتش بالي. انتوا متجوزين؟ انتوا الاثنين متجوزين؟ طيب بسألها طب بس انتوا متجوزين يا باشا؟ متجوزين؟ لا؟ ولا لا؟ طيب عندكم ولاد؟ عندكم ايه يا باشا ده يا باشا؟ انت بتعملي المعامله دي كده ليه يا باشا؟ طب يعني الستي شكلها مش مستحميه حضرتك، ممكن احميها انا، ايه رايك؟ يا باشا خلاص انا بهزر والله بهزر يا جماعه مش كده يا جماعه بهزر خلاص. يا باشا الورد ده كان شكله وحش فانا هشيل لك الورد ده خالص. يا مش مشيت خلاص يا عم انت احمد يا عم مين شيلك يا عم؟ قلت لك ورد تاني يا باشا. انا كنت شلته اصلا عشان خاطر ان هو ما كانش نضيف وكده، فانا كنت بظبطه مش اكتر. هم دول بس والله مفيش تاني انت حضرتك حمار يعني ولا مفيش تاني والله على اني ما معيش. دلوقتي اخش انضف لهم البيت، دي شكلها عبيطه والواد ده شكله امور والبت شكلها عبيطه مش عارف بقى، او البت اللي شكلها امور والواد عبيط. اهو يا باشا ظبط لك المكان كله اهو، ثواني بس احدف عليك السمايه ده. ايه ده راح فين دي؟ يا باشا بنضف الوساخه اهي، بنضف الوساخه خالص اهي وظبطها. يا باشا مفيش حاجه يا باشا، صل على النبي بس يا باشا، صل على النبي. انت متعصب ليه؟ هي عملت لك حاجه؟ لقيتك النهارده الصبح ما عملتوش الفطار؟ طب مالكم بتتخانقوا ليه طيب؟ يلا يا معفنين الجبنه خلاص يا باشا غصب عني والله يا باشا. المايه اتدلقت يا باشا. انا اسف خلاص انا هنضف هنا، انا سيبني انضف هنا بقى خلاص بقى خلاص نظر. يا باشا الازاز اتكسر غصب عني الازاز اتكسر، كان هنا غصب عني حضرتك غصب عني يا باشا بقول لك غصب عني يعني هو لو كان مزاجي يا باشا انا كنت هكسر الازاز غصب عني يا باشا. قلت انا انزل خلاص اليوم خلص خلاص انا مروح اخد فلوس بقى عشان اختار اجيب حاجه حلوه لمراتي. يا باشا يا استاذ ده لفوق
اليوم خلص بقى، اديني اديني حاجه عشان خاطر اجيب بقى 10 مراوح كده. هات فلوس يا باشا، باشا فلوس يا باشا، باشا فلوس. ايه ده يا عم، ايه يا عم ده يا عم، ايه الازاز، ايه مقسوم، الازاز مقسوم منك؟ احنا هنعمله في النص هيطلع علينا ولا ايه؟ طب خلاص خلاص يا باشا انا اسف. طب اديني اديني الباقي، طيب اديني الباقي، هتحب اي حاجه يا باشا، اجيب بيتزا بس، اجيب بيتزا هوت دوج حتى. ما تقول له حاجه، ما تقول له حاجه من المنطقه متنحه كده، قول له حاجه. مزعله مزعله الراجل بتاعك ليه، مزعله الراجل بتاعك ليه، مزعله. خلاص يا باشا انا اسف يا باشا، خلاص خلاص يا وليه بقى وليه، معلش يا عم خلاص يا باشا، خلاص يا باشا هات الفلوس يا باشا، هات مش فلوس، معلش خلاص. ايه ده، ده انا عندي ايه دي باشا، اقول لك يا باشا دي ماشي ولا ما اقولكش، اقول لك ولا ما اقولكش، هات هات، معلش يا باشا مش هتعمل كده تاني يا باشا، يا مش هتعمل كده تاني. خلاص بقى، طب هات طيب فلوس، طيب هات فلوس يا عم، هات فلوس، ما تعصبش عليا كده، هات فلوس والله ما مش عايز، ماشي بس ما تزعلش على نفسك بقى، ما تزعلش ما تزعلش. بص يا عم الدولار ده مش هيجيب، اه ماشي حبيبي ربنا يخليك حبيبي، ده ستاك مؤاخذة، ما خدتش بالي يا باشا، لا مؤاخذة اكيد مراتي بقى هتفرح لو اشتريت لها هوت دوج ولا لا. هوت دوج ايه، انا هنحوش الفلوس دي عشان خاطر ايه بقى، ان احنا يبقى معانا فلوس على طول كده، بدل ما كل يوم اقعد اصرف بقى واجيب لها في هدايا بقى وهي اصلا مستفزه. اه اه طب ليه، طيب ليه 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 ما عملتكيش حاجه، طيب يا وليه ما عملتكيش حاجه، خلاص يا عم انت رايح في، هو تقريبا ده اللي استكبر غلط بس انا مرجع لك باقي. يلا بقى شوف انت رايح فين يا عم، خلاص تعالى جري عايزين نخلص الدنيا، تنفخ ضرب، تعالى تعالى عند البيت عندي بقى، تعالى تعالى انا بص هو الحقيني حقيني، الحقوني الحقوني يا ناس، اغيثونا اغيثونا بتخانق والله. وانا كمان بحبك. ايه ده يا بك، انا سامع صوت ايدي يا رحت فين، خلاص بقى ما تضحكنيش، جوزك سرق. بتعملي ايه، ايه بس بتعملي ايه، ايه انت بتكلمي كنت مين، بلعب كاندي كراش. كاندي كراش مين، مين كاندي كراش ده، مين اللي كاندي كراش ده، مين يعني ايه، يعني ايه كاندي كراش ده، الشيبسي ده ولا ايه ده، اطلع بره يا عم انت، توقفك هنا يا عم، اطلع بره يا عم، اطلع بره اطلع بره يا عم، يلا انت رايح فين، انت رايح فين، احنا قولوا يا باسم انك تشك فيا كله، بننام بدري، هو انا هشك في قلبي برضو يا عم، ما تمشي الراجل ده نازل ضرب فيا من الصبح، جري انا جري انا سكت لك من الصبح عشان خاطر رخامتك دي بقى. طيب بص بص هو دلوقتي بره، ايه ده، ماشي بكره نبقى نتقابل، بكره بكره، لا مش النهارده مش النهارده، انت مش مالك هينفع انت، عشان انت مالك دلوقتي انت، انت مالك، الوقت ما متاخر، انت مالك انت، انت مالك انت، مال شكلك ومال خالتك ومال قرايبك كلهم، وانا انت كمان مالك انت، بحبك. هي في واحد بيكلمي، انا اه لسه منزله لعبه بتكلم معاها عشان بكون زهقان. طب يا عم امشي يا عم، يا عم انت داخل تسرقنا يا عم الفلوس، انت يا عم انت يا باشا باشا، اه تقريبا هيحوشهم لي يدوني اول الشهر، انا فهمت انا فهمت، بص بقى انا هبعت لك دلوقتي الكورد امشي يا عم، يا عشان عم امشي يا هنتقابل عم، امتى وفين. حبيبي يا باشا حبيبي، آه باسم انا بكره رايحه كده مشوار. ماشي انت هتروح مشوار فين يعني، يا لا قريب يعني، قريب على اخر الشارع كده يعني. يا ابن الحراميه بتعمل ايه، بتعمل ايه، طيب يا باشا دي فلوسي، دي فلوسنا احنا، انت بتعمل ايه، انت بقى انت بقى. ماشي ماشي بصي تعالي، انت رحتي فين، خدي هنا، بص بقى انا دلوقتي قلت له ان انا وانت بكره هنتقابل ماشي، يا ابني يا ابني يا عم انت بترمي فلوس كده ليه، طيب انت يا عم انت يا بس ست، اهم حاجه ما تتاخرش. ما تقوم تشوف الراجل اللي حد في يلا الفلوس ده سلام وتضربيه سلام. معايا، في ايه، الراجل اللي حد في بتكلم في فلوسنا، التليفون، امال حد في فلوسنا في الارض، ايه ده، بتكلم في التليفون، انا فيلم جديد باتمان، راجل افلام باتمان من ورايا، بتكلم انا في التليفون انا. ما انا شايفك بتكلمي حبيبتك في التليفون ولا كراشك ولا مش عارف طيب القرف ده، سيبني ليه ايه كده كانت كراش اللي انت تلعبيها، تلعبيها دي الرخامه دي، يا عم ما تمشي، بيكسر ايه يا عم انت، والله لا انا قسم كده بكم كده ما بعرفش اعمل معايا حاجه، انا مسيطره. يا انت يا عم اطلع بره يا انت يا عم، سلام سلام. الراجل ده الراجل ده برضه تاني يا عم، اتقي الله يا عم، يلا ولا امشي، يلا امشي 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 يا امشي حرامي، انت امشي يا امشي، حرامي، اصحى بس اصحى بس امشي، يلا اديله بالسكينه بالسكينه، اديله حسبي الله ونعم امشي الوكيل يا شيخ، حرامي حيوان. حرامي، المهم دلوقتي يا جدعان تعالى، واسع بقى عشان رايح انام عشان ورايا بكره مشوار مهم قوي. هي رايحة فين بس المشوار صح ده؟ ما قلتليش ايه رايك في ربسي، جامد جامد، ده جبت البدلة دي منين صحيح؟ والله كنت عايز اكلمك بس الراجل كان موجود هنا انا معلش، اه شكلها جامد قوي، شكلك من بس ابويا اللي ميت. ايه ده ولبسها ليه؟ إيه عليه ريحة عرق وجميلة أوي، بس ليه؟ انا مش نايم في البيت النهارده، بيعطيك المعفنه دي، انا مش نايم النهارده يعني. انا هقعد هنا انا يا ربي، مفيش بيع بترن الجرس دي، انت عايز ايه طيب؟ مش فرح مش فرح قرايبك انت، لا اله الا الله، يعني حرامي وبجح، انت متخيل يا مان داخل يسرق، داخل يسرق ايه، داخل يسرق الحب بتاعي، طب يعني حضرتك يعني هغسل وشي بايه الصبح اما اصحى، هغسل وشي بايه، قول لي طب هغسل وشي بايه،
معلش معلش اتكل على الله، اتكل على الله ما تجيش تسال حاجه تاني. خد شكلك محتاج فلوس وفير، خد 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 يا عم خلاص اهو، يلا اتكل على الله بقى، اتكل على الله يا عم امشي بقى، ده انا ابو شكلك. اه يا رب يا حسني السول، عشان هنرش ميه يا ابني، هنرش ميه، العب بعيد يلا، العب بعيد، هنرش ميه مش حبيبي، يلا امشي. صباح الخير. صباح النور يا صباح النور يا صباح النور يا صباح، فين الفطار بقى؟ ايه؟ فين الفطار يعني؟ احنا انت عايز سقيل يالا، انت عايز بحوض، امشي يالا امشي بارد يالا يالا، مش عارف يالا، بارد بارد يعني ابو شكلك. بصي 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 دلوقتي بقى احنا عايزين بقى نفطر بقى، نفطر بقى نفطر. اطلب اكل يلا، عشان انا بس رايحه مشوار مهم دلوقتي. يا عم انت بارد ليه يا عم؟ ادي ام الجرزه اهو اهو. بص انا خلاص انا خلاص هموتني، هي راحت مشوار، اروح انا الشغل بقى، اروح انا الشغل ويطلع عيني طول اليوم عشان خاطر اجيب بقى الاكل، مش واكل مش جايب فطار، انا ما بحبش اكل من غير لما تكون الموزه بتاعتي معايا. يا استاذ حضرتك كنت مجنون امبارح، النهارده هشتغل ولا مش هشتغل؟ ماشي حبيبي ربنا يخليك، راجل انت راجل رجوله وكفاءه وانا بحبك والدنيا كلها بتحبك وزي الفل، انت وانت راجل محترم وعسول وامور. آه يعني الفلوس اللي انت خدتها عشان ما اشتكتش لمراتك وبلغ عنك البوليس، الفلوس اللي انت خدتها بالذوق، انت واخد تشيست دايموند. خلاص 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 يا عم خلاص، ما تبقاش متعصب قوي كده، واخر الشهر اخد القبض بتاعي عليا النعمه، اسرقك اعرف مكان الخزنه بتاعتك بس، ونهارك هيكون اسود. خلاص يا عم ما تعصبش عليا يا عم، خلاص 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 ما تبقاش عصبي قوي كده. اه يا انا هم فين الناس اللي هنا يا ست الموزه اللي هنا؟ خلاص بهزر يا عم بهزر بهزر، انا هنضف لك اهو خلاص اهو اهو اهو، ولا ناخد دش عشان انت عالم معفن. خلاص خلاص ايه القرف ده؟ انت سرقت الحب بتاعي عشان الحب بتاعكم معفن؟ تقول كده يا عم، تقول انت الحب بتاعكم يا فين بقى الموزه اللي انا هحميها النهارده؟ فين الموزه؟ خلاص يا عم بهزر معاك، امزح والله امزح معاك، ليه 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 انت تعصب حبيبي؟ ليه تعصب؟ فين الموزه؟ الموزه فوق يا ستي. خلاص يا عم خلاص متعصبش، خلاص بهزر بهزر، امزح امزح والله اني امزح اهو. تعال 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 يا باشا، والله بدي احميك، والله والله اني امزح معاك، خد دي. اي وقعت عليها تحت يا رجلي، ماشي وربنا انا اطلع لك فوق، انا هطلع لك فوق، تعالى لي بقى تعالى لي، وانا عامله نفسي نايمه، وانا عامله نفسي نايمه، خد دي كمان. خلاص خلاص وحط امك وحط امك، خلاص خلاص انت تعرف الرخامه اللي انت بتعملها عليا طول اليوم، انا ارخم عليك، انا رخم. الحمد لله ما خدش بالنا فيه، انا عم يا نهار اسود، خلاص خلاص انا اسف انا اسف، نعمل الف لك من الناحيه التانيه، تعالى لي عشان انا زهقت منك بقى، تعالى لي. خلاص يا باشا خلاص يا باشا، ما تحطهم ما تخصمش حق الازاز ده مني، والنبي والنبي يا باشا انا اسف انا اسف، مش هعمل كده تاني، وحطهم وحطهم مش هعمل كده تاني، هب بس انت فلوسي فلوس الشهر عشان خاطر خليك كملت الشهر عندك، هات الفلوس بس، فلوسي فلوسي يا حرامي عشان خاطر ما بلغش عنك البوليس. ايه؟ ايه؟ مش هتاخد الفلوس عشان انا نصاب؟ والله لا بلغ عنك البوليس، ده انت وك اسود والنعمة ماشي ماشي، انا عايزك بس يا حبيبي تبقى جامد كده وبفتكه بس بس يا جدعان، انا لا هبلغ بوليس ولا هعمل حاجه، علي النعمة انا هسرق الخزنه بتاعتك، انا نظر ماشي، ما تزعلش بقى يا حبيبي ما تزعلش يا باشا، كل واحد بقى يخلي باله من فلوسه، ماشي ماشي، ما طالما انت كده كده مش خايف انا كمان مش خايف، ماشي. هنشوف اللي كانت في المشوار بقى لها سنتين في المشوار دي تعمل ايه، دي ايه ده؟ ده طالبه اكل ولا ايه ده؟ ايه يا ست كتكوته مين ده؟ تعملوا ايه؟ تعملوا ايه؟ ميمي أول مرة أقابلك، إيه ده بس عامل ايه؟ مين ده؟ إيه ده؟ في البرجر يالا، في البرجر يا جبان، برجر فين؟ إيه يا باسم، ده مش بتاع الأوردر، ده مندوب، ده مندوب جاي لنا. أيوه مندوب جاي لنا، يعمل عندنا ايه يعني مندوب ده؟ إيه جيب لنا حمامات بدل اللي اتسرقت. إيه ادخل بس أنت جوه، رايح شكلك تعبان. ايه ده؟ بحبك؟ انت حيوان انت، انت رح وربنا هيجيب السلاح، انا كمان بحبك. هموتك. فين السلاح؟ السلاح فين؟ السلاح فين؟ هو ده هو ده، تعال تعال سيبه وربنا ما سيبه حلو. سيبه تعال تعال سيبه، سيبك وربنا وربنا، اللي هيقف في وشي سيبه يا باسم، هيموت. باسم 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 ماشي باسم باسم ماشي، تعال تيجي تروح فين؟ اقفش الواد ده اقفش الواد ده، هتقول يا حرامي هتقول حرامي حرامي حرامي، هتروح مني فين؟ تعالى لي، ده انت امك اسمه وربنا كروكس. وربنا ما حلو، شفشب ماشي ماشي ماشي، تعال ايه الحبيبتي بتقول لك يا شبشب، تعال
تعال انت نستك واحد، تعال هتموت النهارده بس على بس ما فكره. تقتلش جبوي. خد يا باس يا باس، تعال هقتله لك، انا هقتله، انا هعدي هقتله، البوست اوديك انا بوست. هقتله انت، تعالى يا ده كان جندي. مقلب. طيب ده كان مقلب، مقلب مين؟ مقلب مين؟ بس الله ده كان يرحمه، مقلب تعالى يا بقى انا باسم. عايزه. انت تعرفي تعملي معايا مقلب تاني؟ انت تعرفي؟ ايه انت بتضربني؟ طب بص ايوه، انا عايزك، انا عايزك يا باسم، انا رايح اخو ومخاصمك وعلى اني منك جوز واحده تانيه. يلا يلا امشي من هنا، امشي من خصومه، هنا خصومه على باسم، خصومه. يلا انا باسم بشكل. باسم باسم، تعالى تعالى، عايزك في حاجه، كلمتين كده. كل مره هزار هزار هزار، ده هزار ده هزار ده. انت كنت لازم تعمل فيها كده ولا هي جت عليا يعني؟ ايوه انا، بصي بصي باسم 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 انت عايز باسم تضحك. باسم باسم، مش في حد هنا قال لي، انا كنت عايز، كنت رايح ادور على سايبر، في حد قال لي ان البيت ده بيبقى بتاع سايبر، عايز اخش العب. سايبر مين انت راخر؟ بص هو انا هعمل جنيه ايه ده، ده النهارده، يعني كمبيوتر هعمل اهو، جنيه النهارده كمبيوتر اهو. اسم يا ما عم انا بتضربنيش مالي، بقى، انا اعرفك السايبر ده، خد انت راخر عشان مخنوق منك. يلا انت هتموتني. لا لا خلاص، ما اقدرش ما اقدرش تمام حبيبتي، ما اقدرش دلوقتي من خاطر تفكر تعمل فيها مقالب بقى تاني. ماشي انتوا امكوا اسم، ماشي تعالي لي بقى، تعالي لي بقى، ماشي تعالي بتاعت المقالب وتاري، وتقولي لي كراش هتضربني. وسباي كراش وسباي كراش. ايه ايه سباي كراش انت كنت بتقولي عليه؟ اسبق كراش. ايه مين سباي كراش بقول ده؟ لك، انا بكرش. بكرش يعني ايه بكرش؟ يعني ايه يعني يعني؟ عندي كرش فين الكرش ده؟ فين؟ وين؟ اهو. لا في في حد بيطلع كرش بقه، حد بيطلع كرش. بس ايه ايوه بدلك شاكل انت نفسها دي؟ والله ما فيش شفت، واحد، يلا امسك كده الجرابة عليك. ما فيش منها رجالي. طب يا اخي مش والمصحف؟ شياكة هتحرقني. شياكة شياكة، ايه بس الشياكة انت عارف دي؟ عامل زي مين؟ ايه الأناقة دي؟ تي عارف عامل تي زي مين؟ تي تي تي، استنى استنى عشان مش عارف ارقص. ايه الشياكة دي؟ تي ايه دي؟ تي دي تي تي، طب مالكيش استنى دعوة. اروح البس لبس تاني احسن. انت هو انت عندك لبس تاني غير ده؟ ده انا ايه ده، انا كنت هفتح بعد كده ايوه عرض ازياء. ايوه هو ده اللي انت قلتي بتاع ابوكي؟ لا خبطتيني يا شيخ. هو كان، هو قبل ما يموت، قبل ما يموت مال ايه، كان حاطط جلو. ايه؟ انا لو منك اقتلها معكش دعوه، بلعب بعيد يا ابو، العب بعيد، يلا الله حبيبي العب بعيد. بعدين يعني استنى، انا معايا برضك لبس لابويا تاني. استنى يا لهوي، انت ممكن تمام لبسه ما بيخلص هتلاقيك بس، ده هتسرق بقى لبسه. احنا روحنا جبناه من هو ميت اهو، عشان كده مطاين. انا خايف منك، انا كده خايف، خايف خليك مني بعيد، ليه؟ ده كل لبس ده شيكة يا خليك باسم، بس بعيد عني، ده خليك بعيد. متفهمش انت في استني النقطة. استني بس استني، كان في واحد هلبس دخل لبس جوه، تاني مش عارف احلى. دخل يعمل ايه. طب بتعمل ايه يا اسطى؟ يا اسطى بتعمل ايه؟ الو انت يا بني ادم، تعالى بقى عشان انت ده بقى تخش هو كان النهارده، بيحب يتفرج دايما على تعالى بقى انت افلام ولد غوريلا، اسود، تعال فهو تعال لبس. بص ايه رأيك في ده؟ خد بس استني عشان معايا عركه دلوقتي، معايا تعالى عركه، بس. استني عشان معايا خناقه. خش انت نامي، خدي خدي دي طيب اتفضل. احتمال تبقى ذكرى، بس اديها لامي. تعالى لي بقى، روح فين؟ طب انت دافع مصاريف المدرسة؟